حين في حياه الانسان لحظات يختصر فيها الزمن، واحيانا الانسان يلتقي باشخاص الكل فيهم في واحد، دماسه الخلق، رقي الفكر، روح الايثار والتضحيه وانكار الذات، اشياء من القيم العظيمه التي يلتقي الانسان بها في نماذج من البشر. انا بعتبر ده اجمل انواع الرزق واعظم انواع العطاء للانسان في حياته، انه يصادف هؤلاء الناس بيشاركوا في تشكيل شخصيته، بيشاركوا ايضا في تنميه ارقى انواع الثقافات عنده، وهي ثقافه المشاعر والاحاسيس. الله لما تقابل حد يحبك وتحبه وترتبط بيه، الله لما يكون الانسان ده تملك له حاجتين، تملك له عقل مقتنع بيه وقلب بيحبه ومشاعر صادقه ليه. هذه هي صفات العلاقات الطيبة التي تدوم عبر السنين، وهذه أحد العلاقات التي أسعد بها، حينما تشعر أمامه بالأستاذية، هو أستاذ لأجيال، أستاذ في تخصصه، وأستاذ أيضا في العلاقات الإنسانية الطيبة وفيما يفعله مع الآخرين. وأنا حينما أتكلم عن الدكتور عادل عدوي، الحقيقة تجد أن الحروف كلها يعني تتزاحم في ذهني كي تعبر عن مفردات هذا الإنسان العظيم، لكن لا تجد الكلمة ما تستطيع أن تعبر به عن هذه الشخصية. ولذلك سأترك الحوار هو الذي يعبر عن مكنون هذه الشخصية العظيمة التي عاشت رتحا من الزمان، تمتهن مهنة عظيمة راقية في الإنسانية، مهنة الطب، برع فيها ما برع، وكان رئيسا لأكاديميات كثيرة ولمجموعات عمل كثيرة في طب الجراحة، ليس على المستوى المحلي فحسب ولا على مستوى الإقليمي فحسب، ولكن أيضا تعدى ذلك للمستوى العالمي والمستوى الأوروبي، فبرز اسمه كعالم وفي جراحة العظام بهذا الشكل. دكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق الذي ساقه القدر لتحديات ضخمة جدا، حينما كانت هذه التحديات كبد المصريين. ياه، لما نفاجأ أن في وباء كبير جدا قد صادف كبد المصريين، وهو وباء كنا لا نعلم كيف يتم التعامل معه وكيف يتم علاجه، وهو وباء غالي جدا جدا العلاج بتاعه، تكلفته عالية، ثم هو قبل هذا وبعد هذا يقضي على كبد المصريين. وما أدراك ما كبد المصريين، وهو العنصر الفعال في أي إنسان. بعد المقدمة البسيطة دي، تسمح لي أن نبدأ من حيث تحب أن تبدأ؟ لا، أنا يعني في البداية دكتور حسن أحب أني أبدأ أن حضرتك بالمقدمة، مش البسيطة، المقدمة العظيمة جدا اللي حضرتك قلتها دي، يعني أنا بعتبر نفسي لا أستحق يعني 1/10 من لحظة. لا يا فندم، والله تستحق. لا يعني أخجلني هذا الكلام وهذه المقدمة بصورة فعلا تخجلني وتخليني مش قادر أعبر، أقول إيه يعني ملكة التعبير عن المشاعر دي ملكة كبيرة جدا، إحنا بنتعلمها مع في جلساتنا مع حضرتك، إنما طبعا هذا كثير جدا في حقي، أنا أعتبر أن أنا لا أستحق كل هذا المدح وهذا الإطراء. والله يا دكتور عادل، أنا هقول لك على حاجة، أقسم لك أنني لا أستطيع
أن أعبر إلا عما أستشعره. ربنا يخليك. ونحن لا نحب أن نقول ما يستحسنه الآخرين ولا نريد أن نطنب في المجاملة، لكن هذه حقيقة. لقد عشت رتحة من الزمان أتابع شخصية الدكتور عادل العدوي قبل أن يكون وزيرا، ثم ساءت الأقدار أن تكون وزيرا مع رئيسا ساقه القدر أيضا لهذه الأمة في هذه الظروف الصعبة، يحمل هموم هذه الأمة، وكان أكثر هموم هذه الأمة في الوقت اللي احنا حسينا فيه مشاكل كبد المصريين والمرض الخبيث الذي كان أعداد كنا لا نتوقع إطلاقا أن يحدث الشفاء بهذه المعدلات وبهذه السرعة وبهذه الكفاءة وبهذه التكلفة. طبعا. هذه معادلة صعبة ومعقدة جدا يا دكتور. هذا لوحده في حد ذاته يعطي أستاذنا الدكتور عادل العدوي قيمة وقامة في هذا المجال يعني، وهو كان وزيرا للصحة في هذا المجال. أرد على حضرتك ببساطة شديدة في كل ما تقدم حضرتك تفضلت وقلته في البداية، أنا بعتبر كل هذا هي إرادة ربنا سبحانه وتعالى. ونعم بالله أراد المولى عز وجل أن يكون هناك حل لهذه المشكلة العضال. طبعا. ولو حكيت لحضرتك على مشكلة كبد المصريين فعلا عانى سنين طويلة. يعني لو بدأنا ورجعنا بالتاريخ للقرن الماضي والنصف الثاني من القرن الماضي وتفشي مرض البلهارسيا. مرض البلهارسيا هذا المرض اللي هو بيسببه طفيل من الطفيليات، وهذا الطفيل يتكاثر وينتج عنه حاجة بنقول عليها في العلم السركاريا، بتبقى موجودة في القواقع اللي موجودة على ضفاف المجاري المائية. وبعدين يشاء القدر ان المصريين اللي هم كانوا يعني اساس عملهم هو الزراعة بينزلوا الى الارض الزراعية جنب المجاري المائية والترع والمصارف وهم حفاة القدمين، وتتسلل هذه السركارية من بين اصابع اقدام المصريين. ولا يشعر المريض غير بحكة بسيطة. تمام. وينتج أن يتكاثر هذا الطفيل داخل الجسم ويهاجم الكبد، كبد المصريين. أيوة. يعني كان نوعين من البلهارسيا، البلهارسيا المعوية والبلهارسيا البولية. البلهارسيا المعوية تتكاثر في الوريد البابي وتهاجم الكبد وتؤدي إلى مرض اللي هو تليف أو يذكر عنه في العلم مرض تشمع الكبد. ويؤدي إلى الفشل الكبدي. ونحن ندرس في كلية الطب في أواخر القرن الماضي كان الحالة اللي بنمتحن عليها وندرس عليها في علم الأمراض بطنة هي حاجة اسمها بالهارزيال هيباتوسبلينوميجالي، يعني تضخم الكبد والطحال بسبب بالهارسيا. تمام. وهذا المرض انتشر في ملايين المصريين. نعتقد مات بيه عبد الحليم حافظ. توفى بيه عبد الحليم حافظ بسبب دوالي المريء، لأنه أحد المضاعفات يحدث دوالي في المريء والقيء الدموي. ومرض بيه ملايين المصريين، وبسبب النزول الى الترع والمصارف، الاستحمام في الترع، اللي بيعاشوا في الريف وكانوا يسيروا حفاة الاقدام على جانب المجاري المائيه، فملايين المصريين تاثروا ووصل منهم زي ما ذكرت حضرتك عبد الحليم حافظ وكثير من المشاهير مرضوا بهذا المرض. ده كانت اصابه لكبد المصريين، فعانى كبد المصريين طويلا. ثم حينما ظهر العلاج الجموعي او العلاج اللي كان بحقن اسمها حقن ترتر ايميتك وكانت تشفي من البلهارسيا في هذا الزمن، كان يستخدم الحقن بالمحاقن الزجاجيه الله ذات الابر المعدنيه اللي بيتم غليها يا الله، وتنتقل الحقنه من مريض من الى مريض الى شخص فتنقل عدوى، فنقلت عدوى الفيروسات الكبديه. تمام. فشفاء بالبلهارسيا في هذا الوقت اقترن بالحقن الغير آمن أو الحقن الغير سليم، وأيضا نقل الدم الغير سليم، لأن مريض اللي فيه فيروس سي وكان ياخد يتبرع بدمه ثم ينقل هذا الدم إلى مصاب، إلى إنسان يحتاج هذا الدم، يتم نقل المرض. وظهرت بعد أن تم شفاء ملايين المصريين من البلهارسيا بالعلاج اللي هو 4 أقراص تم اكتشافه في التسعينات، ظهر الفيروسات الكبديه. وانت تعلم الفيروسات وما ادراك بعالم الفيروسات. طبعا. ونحن نعاني في وقتنا الحالي زي ما احنا شايفين فيروس الكورونا واللي عمله في العالم قد ايه. ويعني
كم المشاكل الصحية والتحديات اللي نتجت من هذا. فكان المصريين مبتلين ابتلاء المولى عز وجل في كبد المصريين بفيروس سي بعد كده بسبب الحقن الغير آمن ونقل الدم الغير آمن، وانتقل المرض من إنسان إلى إنسان وتفشى فيروس سي في المصريين. ثم يعني كانت بقى يعني العلاج بالإنترفيرون اللي كان نسبه قبل كده في التسعينات لا تتجاوز 40 أو 45% نسب شفاء ومضاعفات جسيمة، إلى أن ظهر في آخر 2013 إجازة العقار السوفالدي اللي هو قالوا